بالنسبة لهذا العام، هذا هو عام استثنائي. عام كانت يعرف القطاع واحد الركود كبير، حتى المباراة ديال كرة القدم هذا العام ما كانش واحد الحماس مع الجمهور انه باش يجي للمقهى في وقت بكري باش يتفرج. هذه يعني هادشي ما بقاش كما كنا تنعرفوا في المناسبات الكرويه السابقه، باستثناء المقابلات ديال كره القدم اللي ديال المنتخب الوطني. هاد المباريات هادو اللي فعلا تتكون واحد الانتعاشه طفيفه، وخاصه في المقاهي والمطاعم الشعبيه. اما المقاهي والمطاعم اللي في وسط المدينه في الاحياء ولا في الشوارع الرئيسيه، ما كاينش زعما لمسناش زعما كاين واحد انتعاشه كبيره في هاد المقاهي والمطاعم. ولكن في المقاهي الشعبيه وفي المطاعم الشعبيه فعلا كاين واحد الانتعاشه طفيفه، ولكن هاد الانتعاشه هادي ما غتحلش المشاكل الكبيره التي عرفها القطاع ديال المقاهي والمطاعم، وخاصه هاد السنه كما كان في الدراسه اللي انجزناها كجامعه وطنيه. كانت دراسه صراحه اللي جابتنا واحد الارقام اللي هي مخيفه ومقلقه، لانه كاين واحد العدد كبير ديال الاغلاقات على المستوى الوطني. وبالتالي هاد المباريات لا اعتقد انها غتحل المشاكل ديال القطاع اللي هاد العام. احنا الموقف ديالنا ديال الجامعه الوطنيه واضح في هذا الامر، لانه احنا ضد كل الزياده كما بغات تكون صغيره ولا كبيره. احنا ضدها في الثمن ديال المشروبات، لانه اخلاقيا ما صحيحاش. هذا من جهه. من جهه اخرى احنا بالنسبه لنا هذا اليوم هذا اللي تيكون لعب فيه المنتخب الوطني هو تيكون يوم فرجه، يوم فرح، يوم احتفال. بالنسبه لنا هذه الزياده غتكون تتعكر نوعا ما هذاك الفرحه وهذاك الفرجه اللي كاين. بالتالي انا وهذه كانت توصيه عندنا عند المكتب الوطني وكذلك مع الاخوان ديال مكاتب الفروع على المستوى الوطني، لانه في المجموعات اللي تجمعنا خلاص طبعا، اللي تنقول للناس انهم يحاولوا ما امكن يتجنبوا هذه الزياده، لانها هذه الفتره هذه دايزه. هذه الفرحه هذه خصنا نفرحوا جميع مع الجمهور، وكذلك نشجعوا المنتخب الوطني المغربي ويتفادوا ما امكن هذه الزياده هذه، لانه هذه المباريات هذو كما قلت سابقا ما غيحلوا شيء المشاكل ديال القطاع ديال المقاهي والمطاعم، لان ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه المباريات لا اعتقد انهم غادي يفكوا المشاكل الكبيره التي يعرفها القطاع. كاين على مستوى الاساس، على مستوى الجبايات المحليه، على مستوى الضرائب وغيرها، لان كاين تراكمات كبيره. وبالتالي لا اعتقد ان المباريات هذه غتحل المشاكل ديال القطاع ديال المقاهي والمطاعم. هويه كاين اولا، بعدا كاين القانون واضح، كاين حريه الاسعار. هذه ما كاين شي حاجه اللي نقدر حنايا كجامعه وطنيه ان نلزموا بها هذوك الناس اللي زادوا في الثمن ديال القهوه ولا ديال المشروبات اللي تقدموها الزبناء. ولكن كاين، حيت كاين القانون واضح، كاين حريه الاسعار. واحد باش يبيع باش ما بغى في الوقت اللي بغى، فقط انه ملزم انه يعلق هذاك لائحه الاسعار في الباب ديال المقهى وكذلك في وسط المقهى، باش يعرفوا الزبناء قبلا يعرفوا الثمن ديال المنتوجات. وبالتالي هذا الامر هذا راه فيه مخالفه كبيره للمهنيين اللي قاموا بهذه الزياده وما علقوا شيء. هذيك لائحه الاسعار تكون راها فيه غرامات توصل حتى ل 50,000 درهم في هذه الحاله هذه. لكن انا هذه الزياده مقبوله في واحد الاطار، في واحد، لانه بعض المرات ما تيكونش هذا ثمن القهوه ما عندوش واحد العدد ديال الكافي ديال الكراسه اللي ممكن انه باش يجلسوا فيهم الناس، تضطر انه يكري الكراسه. هذه الكراسه تلقاها مثلا بجوج دراهم حتى لخمسه دراهم، حتى لخمسه دراهم للواحد. بمعنى الا كان تيبيع القهوه 8 دراهم ولا 9 دراهم وخلص الكرسي بخمسه دراهم، راه ما غيبقى ليه والو، راه ما غيبقى ليه حتى الثمن راس المال ديال ذاك المشروب اللي قدموا له. بالتالي تضطر انه يزيد هذيك واحد 4 دراهم ولا 5 دراهم. وكاين ناس اخرين اللي تيديروا شويه لانيماسيون مع هذاك
في ذاك المباريات وتقدموا واحد مجموعه من الماكولات وكذلك الحلويات وغيرها تكون مرافقه لذاك المشروب. بالتالي هذا تضطر انه يزيد هذاك الثمن ديال في ذاك النهار هذاك. ولكن الاكثريه انا قلت هذه فقط حاله معزوله، لانه من شفنا حاولنا سولنا مجموعه من الاخوان في مكاتب الفروع لقينا داك الشيء تقريبا شبه منعدم، الزياده شبه منعدمه. كاين بعض الحالات اللي هي معزوله في بعض المناطق اللي هما زادوا شويه في الثمن، ما تبقى ما كاينش زعما الزياده اللي هي او الاتجاه العام ديال الزياده اللي ممكن نقدروا نهضروا عليها.